لو جيت قبل بداية الموسم سألت أكتر الأهلاوية تفاؤلا مين هيكون أكتر لعيبة أو أكتر أسماء في سكواد النادي الأهلي السنة دي في الموسم ده هترتفع قيمتهم التسويقية، يمكن من القائمة اللي حضراتكم شفتوها باستثناء إمام عاشور ما أعتقدش كان حد يقدر يختار أو يفكر في اسم من الأسماء دي. شوبير الحقيقة قدم سيزن استثنائي. أعتقد النهاردة لما نرجع نفتكر كلام الناس كلام الجمهور على انه مع تألق الشناوي واستمراره طبعا كحارس مرمى مصر الاول ودور الكبير بيقوم بيه مع نادي الاهلي، وكان في فتره من الفترة او مش فتره كذا فتره كانت جماهير نادي الاهلي بتقول الاهلي محتاج يتعاقد مع حارس مرمى، الاهلي محتاج حارس مرمى تاني مع الشناوي، الاهلي عايز حارس مرمى صغير، وكانت في ناس تقول لك والله ليه لا مش محمد صبحي وتعمل مقارنه مع جاد، وكان الكلام ده بيتقال في اوقات كتير جدا. اعتقد عملي النهارده شوبير رد على جميع الاصوات دي. كمان ما اقدرش انسى مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، كريم فؤاد، كل دول السيزون ده بالنسبه لهم نتمنى طبعا كريم يكون واحد برده من الاوراق المبشره جدا، واحد من اللعيبه الجمهور بيحبها ان شاء الله باذن الله يرجع ويقدم مستويات اكتر من رائعه. يبدو انه بلال محسن واحمد مصطفى وسام حلو مش على السادسه بس لكن كمان على محمد صلاح اللي بيهدف دلوقتي ويجيب هدف في توتنهام طبعا في البريمير ليج. خلينا ارحب بيهم في البدايه عشان عندي موضوعات كتيره جدا معاهم النهارده. انا مش باركت لك يا عم على الريال خلاص لسه بقى مستنيين بكره لسه انا مش انا جاي بارك اهو قال لي وانا انا ما باركتليش على مبروك يا برضه هو توقع الريال واحنا توقعنا السيتي برضه عشان نديله حقه مبروك على الريال الله يبارك فيك. هتعملوها قدام البايرن؟ هنعملها. طب هنيجي الموضوع هنيجي للتشامبيونز ليج. خلينا اول ابدا بمرحله الدوري بالنسبه للاهلي، عوده مره ثانيه للمنافسات. ماذا حقق الاهلي امام الاسماعيلي ثم الجونه باستثناء طبعا الست نقاط العلامه الكامله، خمس اهداف سجلهم الاهلي، هدف واحد استقبلته شباكه، عوده عدد من الاسماء اللي يمكن الى حد كبير كانت بعيده بسبب الاصابه، ظهور وتالق نجوم في المباراتين دول يمكن خارج كل التوقعات، والروتيشن طبعا اللي قام بيه مارسيل كولر. رؤيتكم لمكاسب الاهلي اللي استفاد بيها كولر من الجولتين دول، وما الذي يسعى الاهلي لتحقيقه في الجولتين القادمتين سواء امام الاتحاد او امام بلديه المحله؟ هبدا مع بلال. يعني خلينا نقول يا احمد هنبدا من حيث انتهينا في الحلقه الماضيه، وقبل ما يرجع النادي الاهلي تاني مره ثانيه لمشوار بطوله الدوري قلنا ان لازم النادي الاهلي يدخل الاربع مباريات بوجه مغير تماما عن الوجه اللي كنا عليه قبل مباراه مازيمبي وخلال الاسابيع الاخيره تحديدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي دخل زي ما اتكلمنا في الحلقه وقلنا ان لازم افضل 11 لاعب يشاركوا، مارسيل كولر اختار تقريبا اجهز 11 وافضل يعني عناصر موجوده في الفريق، ودخل مباراه الاسماعيلي بكامل الجديه، قدر يحسم اللقاء بهدف طبعا بيرسي تاو، وبعد كده الهدف الرائع والحل المميز الفردي اللي حاضر دائما في وجود امام عاشور، قدر يفوز بديربي مهم جدا، انتصار معنوي وانتصار حتى على مستوى النقاط امنت بيه ثلاث نقاط مهمين. كمل النادي الاهلي على الحاله مع طبعا بعض الروتيشن زي ما انت قلت يا احمد، دخول عمر كمال عبد الواحد في الجبهه اليمنى بديلا لمحمد هاني، وراحه هاني مطلوبه في الفتره ديت، زائد الاضافه الكبيره جدا هي عوده محمود متولي اللي قدر يعني يفوز بجائزه رجل المباراه وقدم واحده من افضل مبارياته. والحقيقه محمود متولي لاعب لا خلاف عليه لا من اداره النادي الاهلي ولا من جهاز الكوره ولا من الجمهور، لاعب بينال وبيحظى بثقه وحب الجميع تقريبا، ولكن كان دايما عنده سوء حظ يعني كتير في موضوع الاصابات. نتمنى يا رب ان شاء الله الاصابات تبعد عنه، لان محمود متولي عودته مكسب كبير في توقيت مهم جدا من الموسم، زي ما كنت سامعك بتتكلم في الانترو وقلت ان خيارات النادي الاهلي فضلت محدوده في المركز ده تحديدا ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، كان الجمهور حتى عنده تخوف كبير لا قدر الله في حاله غياب احدهم. انا بشوف ان ممكن نلاقي في مباراه الاتحاد او البلديه كولر بقلب جامد بيريح محمد عبد المنعم قبل مباراة الترجي مثلا خوفا عليه من الإجهاد، بتقدر تريح حتى ربيعة مع عودة ياسر، فهيبقى عندك وفرة في المركز ده، فعودة محمود متولي أنا بشوفها مكسب كبير جدا، زائد طبعا الكريزة اللي حصلت امبارح واللحظة اللي طال انتظارها عند جمهور النادي الأهلي، وهي يعني ارتداء علي معلول لشارة كابتن الفريق. يعني أنا امبارح كل الناس كانت منتظرة إعلان التشكيل، هل السولية موجود؟ حتى لما السولية خرج من التشكيل دخل كريم ندفد اللي يحق له ارتداء الشاره قبل علي معلول، ومع طبعا خروج كريم ندفد وارتداء علي معلول هتف الجمهور لاول مره بنشوف الاستاد بيهتف للاعب بيتقلد
اشاره الكابتن، وهو الحقيقه علي معلول يستاهل، وده رمز ونموذج كبير بيقدمه جمهور النادي الاهلي، ان الاخلاص والاجتهاد والتضحيه والعطاء هيجدوا مكانهم في قلوب الجمهور، وهيجدوا كمان رد فعل كبير زي اللي حصل مع علي معلول، وعلي معلول يستاهل ان يكون كابتن. هي العلاقه انا كنت بتكلم على ده يا احمد في البدايه، وتاكيدا على كلام بلال، انه علاقه دايما بين اللعيب وبين الجمهور، مش بس كوره يعني، مش بس فكره ارقام، ومش بس فكره. وعلي الحقيقه مميز في الحته دي بصراحه طبعا. يعني انا كنت بقول عليه واحد من، ان لم يكن افضلهم فهو واحد من افضل اللعيبه المحترفه اللي جت في تاريخ الكره المصريه، مش بس الاهلي. لكن قصه العلاقه بين اللاعب والجمهور مش بس ارقام، في انتماء وتضحيات. بالظبط كده، يعني احساس الجمهور بانه اللاعب ده مخلص، منتمي، مرتبط بالمكان بشكل حقيقي، مش تمثيل، مش قدام الكاميرا وفي الغرف المغلقه حاجه ثانيه. صح. ما فيهوش نقاش. العلاقه دي بين الطرفين مش ممكن ابدا تبقى مصطنعه، مش ممكن تبقى فيك، مش ممكن تبقى مزيفه. دي حقيقه احمد، واتفق معاك جدا. علي معلول واحد من النجوم اللي صنع تاريخ كبير في النادي الاهلي. وعايز اقول لك بمناسبه علي معلول، ان علي معلول فاضل له هدفين ويوصل لاعلى لاعب عمل مساهمات في تاريخ النادي الاهلي، هو كابتن مصطفى عبده ب 86 هدف، وعلي معلول 84 هدف عمل مشاركات للاهداف في تاريخ النادي الاهلي. فده رقم اعتقد ما اتحققش من فراغ، يعني قلت بمناسبه الارقام، فهو الارقام يعني ده نتيجه للاعب كبير جدا. النادي الاهلي من 8 سنين اتعاقد معاه، اعتقد عمل تاريخ كبير جدا جدا جدا، وعمل حاله ما بينه وبين الجمهور. دايما فكره شاره الكابتنه من فتره كبيره جدا تحس ان الجمهور مستنيها لعلي معلول، عايز يكافئه على المجهود الكبير وعلى ايوه التضحيات. يعني مش بس اللي في الاستاد، يعني انا واثق تماما انه جزء كبير جدا من اللي بيتفرجوا قدام، مستني اللحظه دي من بدري، يعني بسط، يعني حاسس انه هو حدث فوز تكريم، كانها تكريم لمجهود يعني كبير. انا بسطت لعلي جدا، واللحظه دي بالنسبه لي كانه عارف انت بتفرح لما بيجي جون. انا فرحت لما شرط الكابتن اتنقلت لعلي معلول، حسيت انه علي وبعدين خد شرط الكابتن وراح لعب الركنيه، عمل اسيست على طول، فانا حتى كافي على طول. يعني اول ما ارتدى شرط الكابتن عمل الاسيست. وفي لقطه كمان يعني من علي معلول لما جت ضربه الجزاء، هو يعني كان بيتكلم مع حديث ما بينه وما بين مارسيل كولر، وقال له طبعا هو المسدد الاول لركلات الجزاء هو علي معلول. فهو باين حاله الحب الكبيره جدا، طلب ان كهربا هو اللي سدد ركله الجزاء. فده يبين قيمه لاعب كبير وقائد. صفات القائد دي مش سهله. فعلي معلول من وقت ما هو موجود في النادي الاهلي وعنده شخصيه النادي الاهلي، لايق على النادي الاهلي. السؤال هنا بقى باختصار شديد جدا، ليه الجمهور حب علي جدا؟ يعني ليه الحاله دي؟ يعني طبعا في نجوم كتير جم احترفوا في النادي الاهلي وما بننساهمش وارتبطنا بيهم، لكن بشوف انه علي ستيل لسه حاله خاصه، يعني ما ينفعش تقارنه باي حد تاني. ليه؟ لان في كل المواقف اللي اتحط فيها علي معلول كانت صعبه، هو اختار النادي الاهلي دايما، ودايما موجود وبيحب النادي الاهلي في كل المواقف المهمه جدا اللي بتبين الحب اللي انت قلت عليه مش مصطنع، والحب اللي هو دايما تلاقيه يعني ممكن يبقى داخل اوضه اللبس وعلى قدام الجماهير وقدام السوشيال ميديا، لكن حب علي معلول النادي الاهلي واضح جدا، وانتمائه الكبير تحس ان هو احيانا كتير ناس تقول ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. حقيقي. يعني ده باين جدا في فرحته الكبيره جدا في البطولات، ودايما حزنه لما النادي الاهلي بيخسر، فتحس ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي بالفعل. فدي من ضمن الحاجات اللي بشوفها اللي مهمه جدا، ان علي معلول قدر يزرعها داخل جمهور النادي الاهلي وداخل كل الاجهزه الفنيه اللي هو اتدرب معاها وداخل مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا انا بتهيألي انه برضو هي رساله الحقيقه اللي جاي في الاهلي، يعني سواء كان محترف من بره او سواء كان من ولد النادي او حتى لاعب محترف من الدوري المصري، يعني اكيد بما انك دخلت النادي الاهلي فاكيد هو بوابه للشهره وبوابه لتحقيق او كتابه تاريخ سواء مع المنتخب او مع ناديك، بوابه لتحقيق بطولات. لكن تظل فكره العلاقه بجمهور النادي الاهلي دي واحده من الحاجات اللي صعبه جدا تحقق، مش هبالغ لو قلت في اي نادي على يعني انديه قليله جدا اللي ممكن تلاقي العلاقه الكبيره جدا مع جماهيريه وشعبيه طاغيه كده زي النادي الاهلي يا بلال. يعني يمكن احمد دايما في حديثك حتى مع اللاعبين الكبار او اساطير النادي الاهلي دايما يتكلموا معاك عن اهم المكتسبات اللي خدوها من ارتباطهم وعلاقتهم بالنادي الاهلي، دايما هو حب الجمهور، ارتباط الجمهور بيهم حتى بعد سنوات الاعتزال، لما بيشوفوهم في اي مكان، في الشارع، في المولات، في اي مكان، حفاوه الجمهور بلاعيبه النادي الاهلي اللي هي كان عندها ارتباط حقيقي مع النادي ومع الجمهور والاخلاص. حط لي بين قوسين كده، يعني ارتباط حقيقي يعني يا احمد زي ما قال احمد مصطفى، يعني لما كل يعني موقف اتحطوا فيه كان ينفع يختاروا حد غير الاهلي، اختاروا الاهلي بدون تفكير وبدون تردد. وده يمكن حصل مع لاعبين
كثيرين جدا على مدار سنوات التاريخ. يمكن فاكرين كابتن الخطيب لما ذكر موضوع احتراف محمد ابو تريكه في وقت كان رفض الاحتراف في الخليج وقتها صعب جدا، ولكن ابو تريكه اختار النادي الاهلي وبقى في النادي الاهلي، لذلك هتلاقي ارتباط كبير مع جمهور النادي الاهلي. علي معلول وقت ما كان الاغراءات الماديه، وانت فاكر الحاله اللي حصلت، الخطيب نفسه على فكره جاله عرض احتراف في مونشنجلادباخ وحكم فترات بالظبط، عشان كده هتلاقي دايما الاساطير دايما مرتبطه بمواقف تاريخيه مع الجمهور. الجمهور يحب احمد اللاعب اللي يفضل ناديه، ممكن يكون اللاعب عنده حق مشروع بالمناسبه في الاحتراف مفهوم طبعا هو يغير الكارير مش ضد ده بالظبط، يعني ولكن انا كجمهور نادي اهلي انا اللي هحبه اكتر واللي هختار ان انا افضل على علاقه قويه بيه ادعمه وقت ما مستواي يقل، وافضل دايما افتكره وافضل هو اللاعب اللي اختارني انا. ممكن اكون الدوري المصري مش اقوى من الدوريات الاوروبيه، ولكن هو اختار النادي الاهلي. فعلي معلول احد الاساطير اللي دايما بعد حتى ما يبطل هيتقال ان ده جيل علي معلول، فدي انا بشوفها اكبر تكريم للاعب مسيرته استحقت ان هي تكون عظيمه مع نادي عظيم. طبعا هو اختار النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر كمان يطلع كل الحاجات او الصفات اللي تقدر تعبر عنها في الملعب. علي معلول عنده نفس صفاته ونفس جينات اللاعب الاهلاوي اللي هو مخلص دايما للنادي، دايما في المباريات الكبيره دايما تلاقيه حاضر على مستوى الارقام، هيصل زي ما احمد كان بيتكلم ان هو هيبقى رقم واحد في تاريخ المساهمات، فكل دي حاجات مش سهله علشان الجمهور يقدر ينساها. صحيح يعني. صحيح. وكان في مقوله احمد معلش كان في مقوله يعني دايما الجمهور اللي بيقولها اللي يحب الاهلي اللي يحب الاهلي نحبه. فهو علي معلول من حب النادي الاهلي لا ما هو اكيد يعني اكيد ما فيش حد بيلعب في النادي الاهلي ما بيحبوش، واكيد ما فيش حد لعب في النادي الاهلي حتى لو موسم واحد ما حسش انه دي ممكن تكون اهم تجربه في حياته واكتر تجربه ناجحه في حياته، لكن في النهايه تفضل علاقه مع الجمهور فيها متغيرات كتير. يعني مش ممكن تقارن يعني الجيل ده مثلا، انا بشوف من اكتر الاجيال اللي اتظلمت في تاريخ النادي الاهلي. يعني الجيل ده واحد اتحرم من الجمهور في مدرجات، عمري ما شفت ماتش للاهلي مهما كان مع مين ما فيهوش جماهير ماليه في الدوري في الكاس مع فريق بينافس مع فريق دايما الجماهير كانت حاضره مع النادي الاهلي، ودايما الجماهير في ماتشات اتحسمت بالجمهور، يعني في بطولات الاهلي اللي جابها الجمهور اللي قعد في المدرجات مش اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب، فاللعيبه دي اتحرمت من ده، اللعيبه دي راحت لمستوى من المنافسه ما كانتش موجوده يعني ما كانش موجوده قبل كده، تلاحم مواسم بيلعبوا تقريبا 3 4 مواسم بدون راحه سلبيه، بيلعبوا كم كبير جدا من الماتشات، عدد البطولات النهارده بتتكلم عن بطوله افريقيا شكلها وعدد ماتشاتها مختلف عن بطوله افريقيا وعدد ماتشاتها من 20 سنه. الدوري نفسه فرق الدوري كان 14 النهارده 18 فاللعيبه دي الحقيقه وقدرت مع كده انها تحقق انجازات استثنائيه طبعا. طيب عايز اسالكم على حاجتين، نمره واحد خلينا نبدا بنمره واحد، من وجهه نظرك ايه المطلوب من الاهلي او ايه اللي بيفكر مستر كولر انه يحققه في الجولتين بتوع الدوري المتبقيين؟ عندنا الثلاث هنلعب الاتحاد، السبت هنلعب البلديه. السته بونت ما فهمش نقاش، يعني هو انا متخيل ان الراجل السته بونت دول مش محتاجين نتكلم فيها، لكن في اعتقادي ان هم جزء كمان من التحضير لمواجهه الترجي في نهائي الافريقي. ايه المطلوب من الاهلي انه يشتغل عليه او انت متوقع ان كولر يشتغل عليه في الماتشين دول يا احمد؟ المطلوب طبعا يا احمد ان هو يطمن على بعض اللاعبين المهمين جدا، من ضمنهم مروان عطيه اللي طبعا اخذ بعض الدقائق امبارح في مباراه امس امام الجونه، هيبدا يطمن عليه في مباراتين القادمين امام الاتحاد وامام البلديه. الاطمئنان اكتر على محمود متولي اللي عاد بعد 341 مباراه يوم مشاركه مهمه جدا، احراز هدف ثقه كبيره جدا، اعتقد الدفع بيه في المباراتين القادمين هيديله ثقه اكتر، هتحتاجه في بعض الاوقات ان احنا كان عندنا بعض الهفوات الدفاعيه في المباريات اللي في الدوري. فاعتقد ان ازمه الدفاع هتتحل بعوده متولي بعوده ياسر بوجود رامي ربيعه، فاعتقد منظومه الدفاع هتبقى مهمه جدا لان مباريات النهائيات احيانا بتكسب ولا تلعب، فانت محتاج كل اللعيبه اللي تبقى عندها خبرات زي ما انت اتكلمت طبعا في البدايه وقلت عن عمرو السوليه. عمرو السوليه واحد من اللاعبين الكبار المهمين جدا وعنده امكانيات كبيره ودائما حاضر في النهائيات، واللعيبه دي كلها اعتقد مهمه تواجدها في مباراه الترجي التونسي. في لعيبه ما بيبقاش في خلاف على امكانياتها وعلى مهارتها او على اهميتها، لكن في ماتشات تقيله وجودها مهم جدا. يعني لا يعني اقصد اقول انه الماتشات دي بيبقى ليها رهبه، في لعيبه بتنزل الملعب رجلها مش شايلاها رغم ان هم ككواليتي ما حدش يختلف عليهم، وفي لعيبه تانية بالنسبه لها المباراه دي زيها زي ماتشات كتيره جدا خالتها قبل كده، فالضغط العصبي او الضغط النفسي
تقريبا مش موجود، وبالتالي بيتعاملوا مع المباراه بشكل افضل بكتير. طبعا اتفق معاك يا احمد، وكمان عايز اقول ان الروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر اعتقد مهم جدا ومساعد النادي الاهلي في ان هو كل مباراه انت ما عندكش مشكله، بتلعب مره بيرسي تاو، بتلعب مره رضا سليم، بتلعب كهربا، بتلعب اسامه ابو علي، عمرو سلاي بيلعب، بيلعب نيدفيد، بيلعب امام، وطبعا عوده امام مهمه جدا 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 جدا. امام قدر يحقق يعمل مباراه كبيره ويحرز هدف في مباراه الاسماعيلي ويحرز هدف ثاني في مباراه الجونه. امام حل كبير جدا النادي الاهلي. احنا نفتقد في مصر اللاعب دائما اللي بيسدد من خارج ال 18، فامام امبارح في مباراه الجونه بيدينا حل امام فريق يعني اعتقد الترجي التونسي من ضمن الفرق لما تيجي تلعبهم على ملعبك هيبقى في تكتل دفاعي. فامام حل مهم جدا ان هو بيقدر يحل التكتلات بمهارته الكبيره جدا في التصويب اللي دائما تصويباته كلها بتبقى متقنه. فامام عودته مهمه جدا، عوده مروان عبد القادر نتمنى ان هو يتواجد، واحد من اللعيبه النادي الاهلي اعتقد يعني استفاد من امكانياتهم في مباراه مازيمبي، واعتقد كان مهم جدا في مباراه الذهاب ومباراه العوده، وعودته كانت مهمه جدا للنادي الاهلي. طيب قبل ما اروح لبلال في النقطه اللي انت مستنيها من الاهلي في الماتشين اللي جايين او الاهداف اللي انت مستنيها، 6 بونت ما فيش عليهم خلاف، مستني ترجع عناصر كانت بعيده، مستني تجرب طريقه لعب، مستني تعمل روتيشن، يعني انت شايف انه الاهلي محتاج ايه؟ بس عايز اسالك دلوقتي عشان هم بلغوني الترجي كان بيلعب مع الملعب التونسي في ماتش في الدوري، المباراه دي انتهت 2-0 صراحه الملعب التونسي، الترجي اتغلب 2-0، والماتش اللي قبل ملعب التونسي كان الترجي بيلعب مع الصفاقسي اتعادل 0-0. هل النتائج دي تعكس المستوى الحقيقي للترجي، ولا ممكن تقول انه تركيز اللعيبه والجهاز الفني اكتر بقى في بطوله افريقيا، فبالتالي مش ده المستوى اللي هيلعب بيه الترجي قدام النادي الاهلي؟ لا يعني طبعا اكيد ما احنا مش هننخدع بنتائج الترجي محليا، والا كان الترجي لو هو على المستوى القاري ضعيف زي ما بيحقق نتائج سلبيه محليا كان خرج بسهوله امام صن داونز الكل توقع صعوده وتجاوز عقبه الترجي بمنتهى السهوله. بس انا برضو كجهاز فني ما اقدرش اقول ان بيبقى عندي ماتشات رسميه قبل وانا رايح نهائي افريقيا على الاقل معنويا، فكره ان انا اخسر واتعادل، ان انا ما سجلتش في ماتش قدام فرقه من يعني ان كان برضو ملعب التونسي مع كامل الاحترام والتقدير مش من كبار الكره في تونس يعني. هو ممكن يكون عنده تعصب، بس احنا خلينا نقول هو ممكن التعامل هناك، ويمكن احنا اتكلمنا هنا لو تفتكر بعد مباراه الزمالك قلنا ان لازم التعامل مع مباريات الدوري يكون مختلف. ممكن يكون هو هناك في بيلعب الترجي بيلعب يعني هو ممكن يكون ما عندوش الوفره الكبيره في اللاعبين، فمضطر يريح عناصر هو شايف انه ما ينفعش يدخل فاينل افريقيا من غيرها، فده بينعكس على اداء الفريق محليا. ممكن يكون هو بالنسبه له التارجت، وده شفناه مع كلوب بالمناسبه في ليفربول لما شفنا بيريح اللعيبه في اليوروبا ليج علشان يلعب على، بتحصل من مدربين كتير ان هو بيتارجت بطوله معينه عايز يشتغل عليها ويركز عليها، مش عايز يشتت او يشتت ذهن اللعيبه ما بين اكتر من بطوله علشان ما يخسرش الكل في الاخر. دي حاله مختلفه. ده معناه انك ما تذاكرش الترجي في الدوري، تذاكر الترجي في سان داونز مثلا؟ اكيد هتشوف هنا وهتشوف هنا. انا فاهم طبعا بالظبط، ولكن انا اعتقد ان الحسابات كلها هتتبني على لقائي سان داونز تحديدا، ذهاب واياب اللقاءين دول. اعتقد ان احنا او التعامل اللي حصل من الترجي سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه هيكون شبيه بالتعامل اللي هيعمله او الطريقه اللي هيلعب بيها امام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي خلينا نقول ان الاهلي وسان داونز اكتر فريقين على مستوى القاره بيلعبوا كره قدم متطوره على مستوى التكتيك وعلى المستوى الخططي، التزام اللاعبين على مستوى الاسماء ومستوى النجوم. خلينا نقول ان الاهلي وسان داونز هم تقريبا الكل كان منتظرهم في نهائي التشامبيونز ليج الافريقي يعني. فالترجي اقصى سان داونز اللي هو مشابه للنادي الاهلي، اعتقد الترجي هيتعامل مع الاهلي نفس التعامل مع سان داونز، فالنادي الاهلي هيذاكر كويس قوي الترجي من خلال المشوار المحلي، ولكن التركيز الاكبر هيبقى على المباريات الافريقيه اللي احنا منتظرينه من النادي الاهلي في مباراتي الاتحاد والجونه انا او البلديه. انا بشوف ان النادي الاهلي لازم يدخل مباراه الاتحاد بنفس السيناريو اللي دخل بيه مباراتي الاسماعيلي والجونه، والجونه يقدر يحقق من خلالها 3 نقاط. اعتقد ان هي هتكون صعبه جدا لان الاتحاد عنده ثاني هداف الدوري هو مبلولو، عنده بعض العناصر المميزه في تشكيل الاتحاد زي عبد الغني محمد، عندهم كريم الديب في الظهير الايسر، ويمكن الاثنين احمد عادل ميسي كان سجلوا هدف شبيه لهدف اسامه ابو علي اللي سجله في مازيمبي، احمد عادل ميسي سجل هدف من صناعه كريم الديب، فعندهم جمل وعندهم مدير فني كمان متمرس. مفيش حد سجل هدف
زي هدف وسام ابو علي في مازيمبي غير رونالدو تركيا 2002. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت لما تشوف الجون، لما تشوف هدف بتاع رونالدو، ما ينفعش يبقى انت الظاهره وتقول مش رونالدو تركيا. شفته طبعا. لا بس عايز اقول لك على حاجه، ريفالدو مش شمال ورونالدو. لا عايز اقول لك على حاجه، لما تشوف هدف الاتحاد السكندري هتلاقيه كوبي بيست من هدف برضه الاتحاد، قريب شويه يعني، قريب يعني بس الفينش بتاع احمد عادل ميسي شبه فينش. انا اقصد اقول لك ان الاتحاد السكندري عنده لعيبه مميزه بيقدر يشتغل، عنده طارق العشري طبعا واحد من المتمرسين في الدوري المصري، فاعتقد ان هو هيتعب النادي الاهلي. بعتقد ان احنا ندخل مباراه الاتحاد زي ما احنا بندخل بالفول تيم، ولكن لازم نيجي عند محطه البلديه نريح خمس او ست عناصر، اللي انا زي ما قلت لك من شويه ما ينفعش اروح لفاينل افريقيا من غيرهم، لان مباراه البلديه بالحسابات وبالمنطق اعتقد ان هي سهل تكسبها باي 11 لاعب من السكواد اللي موجود. خدوا بالكم برضو من نقطه، يعني دايما بص على طبعا الفريق الاتحاد في جميع الظروف فرقه ليها احترامها وليها وزنها، فرقه بالتاكيد عندها عناصر كويسه جدا، وطول عمر الاتحاد الحقيقه يعني فرقه من كبار القوم زي ما بيقول. لكن الماتش الاهلي تحديدا ماتش الثلاث ده، الدوافع عند الاسكندرانيه كبيره جدا. ليه؟ الاتحاد من المباراه دي محتاج نقطه، النقطه دي تخليه يلعب افريقيا لانه يفنش ماتشات الدور الاول بتاعته، هي دي المباراه الوحيده اللي لينا من مؤجلات الدور الاول بالنسبه له هو. بالنسبه للاتحاد لو خد منها بوينت يعني نقطه، مش عارف بونت دي مصممين احنا على بونت دي ثلاثه بونت ثلاثه بونت اثنين بونت هي يا بوينت يا نقطه، مفيش بونت. لو خد منها نقطه يلعب افريقيا السيزون الجاي، فبالنسبه له مباراه في منتهى الاهميه رقميا وحسابيا. لو تعادل مع الاهلي يضمن مشاركه في افريقيا، وده واحد من الدوافع اللي شويه صعب على مارسيل كولر وعلى فريق النادي الاهلي. وبعد فوز الاتحاد على البلديه كمان قدر يعني دخل في الجدول مكان امبي، وبقى عنده فرصه كبيره للمشاركه في افريقيا بناء على حسبه اختيار الانديه بنتائج الدور الاول اللي لازم بقى لنا واقفه معاه، لسه مش عارفين طبعا. طيب هل نقدر نقول النهارده انه انا طبعا فكره الروتيشن دي بالنسبه للجمهور وبالنسبه للجهاز الفني شيء لطيف جدا، يعني فكره انك انت النهارده لما تقول لي ربيع غاب فمتولي موجود، فمنعم غاب، فياسر موجود، ما بقاش قلقان، هاني مش موجود، عمر زي الفل في النص، حدث ولا حرج، اعتقد انه يعني حط اي اسماء رص زي ما انت عايز، ما فيش مشكله. خط الهجوم برده عندك، خط الامامي النهارده فيه عناصر كثيره جدا على المستوى ده، شيء لطيف. لكن في اوقات بحس انه مقصر شويه على التفاهم والانسجام في اللعيبه، يعني اوقات كتير جدا بلاقي باصات لو احنا فاهمين بعض الباصات دي توصل وتعمل خطوره، لكن بحس انه اللعيبه كانهم بيتكلموا لغه مختلفه. فكره انه اللعيب بيلعب جنب منه او حوالين منه ثلاث اربع لعيبه ما لعبوش معاه كتير، دي شويه بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني برده شويه يعني مقلقه. تراهن على فكره الروتيشن في اللي جاي، تثبت تشكيل، تثبت عناصر انت النهارده اخترتها او حاسس انه في مركز 2 3 4 5 هم دول هلعب بيهم ترجي، ولا هتفضل مكمل في موضوع الروتيشن؟ هسمع احمد. بص احمد، يعني الموضوع ده مهم جدا، وعايز اقول لك فكره ليه فكره مارسيل كولر دايما بيغير بعض اللاعبين في بعض المراكز بغض النظر عن الروتيشن. مارسيل كولر من افضل المدربين اللي بيذاكروا الخصم كويس جدا 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 جدا، وجبنا مباريات كتيره جدا زي سيمبا وزي مباراه مازيمبي، مباريات كتيره جدا هتلاقيه دايما في كل مباراه بيلعب عناصر معينه انت ممكن تبقى شايف ان هي يعني تقول ازاي غير ليه؟ لان هو بيشوف المباراه عايزه مين، واختيار العناصر مهم جدا، وطريقه اللعب بناء على الخصم. ودي اعتقد الكره الحديثه بقت كده، ان انت لازم بتذاكر المنافس كويس جدا، وبناء عليه بتحط العناصر اللي تناسب طريقه اللعب بتاعك وتقدر تنفذ لك الفكر اللي هيقدر تكسب بيه المباراه. تمام. فده مهم جدا جدا جدا. مارسيل كولر ناجح فيه كويس جدا مع الجهاز الفني. يعني ممكن افهم من كلامك انك ممكن ما تلعبش الاجهز او الافضل، تلعب الانسب. الانسب ده مارسيل كولر بيعمله في اغلب المباريات. اغلب المباريات هو دائما بيلعب الانسب للمباراه دي، دائما فاكر في بعض المباريات يعني بالخاص مباراه سيمبا، كنا هنا بنتكلم قبلها وقلنا المباراه دي احنا مع بعض قلنا مباراه رضا سليم. لما اتفرجنا على المباراه هو بدا برضا سليم فعلا، ونجح رضا سليم ان هو يعمل خطوره ويجيب هدف، فهو دائما بيذاكر. يعني مين كان دائما بيلعب اساسي في الفتره دي؟ حسين الشحات. فمش معنى كده ان حسين مش الافضل او رضا سليم الافضل، لا، هو الانسب للمباراه دي هو رضا سليم. هو دايما بيشوف المباراه، بيشوف المنافسين زي ما انت اتكلمت عن الترجي التونسي، هو هيذاكر الترجي كويس جدا، هيذاكر الاتحاد السكندري، كل مباراه هو بيختار عناصرها. مش معنى كده ان اللاعب اللي بيلعب المباراه دي خارج حساباته او لا، هو شايف ان عنده ترتيب 1 2 3، لكن مين بقى بالنسبه له المباراه دي؟ كهربا في بعض المباريات لما طلع اتكلم وقال كهربا بالنسبه لي ترتيبه الثالث،
جه في المباراه اللي بعدها ساعتها كهربا هو بدا المباراه، لان هو شايف ان كهربا هو الانسب للمباراه دي. فدي من ضمن مميزات مارسيل كولر انا بشوفها فنيا، ان مذاكره الخصم والمنافس مهمه جدا، واختار العناصر عشان تنجح الطريقه. انت ممكن تلعب الافضل لكن هو مش مناسب للمباراه دي، مباراه مثلا محتاجه تكتلات، فيها فريق بيعمل تكتلات زي مثلا الاتحاد السكندري هيلعب عشان ياخد بونت منك، فطبيعي جدا تلعب لعيبه عندها حلول، ممكن تلعب اثنين مهاجمين، ممكن تغير طريقه اللعب، فهو بيذاكر المنافس كويس جدا. فده بترتب على المنافس، ما بترتبش على اللعيبه اللي عندك. اللعيبه اللي عندك انت، الاهلي عنده ميزه مهمه جدا مع مارسيل كولر بقالها موسمين، ايه هي؟ انت عندك تنوع كبير جدا في اللاعبين، حسين الشحات غير رضا سليم غير عبد القادر غير بيرستا، كلهم مختلفين عن بعض. حتى نفس الكلام في خط الوسط، هتلاقي الكواليتي بتاع كل لاعب مختلف، امام غير السوليه غير قفشه غير مروان عطيه، دي حاجات مساعده كولر في ان هو يختار اللعيبه المناسبه لكل مباراه. فدي اعتقد هو دي الملخص في حته في ال 180 دقيقه دول. يعني طبعا اذا كنا نمشي مع مدرسه احمد في فكره انك لما تيجي تلعب هتختار العناصر الانسب لمواجهه الخصم، هل شايف انه في لعيبه تالقت وظهرت وصلت لتوب فورم؟ يعني النهارده تقدر تقول انه اللعيبه بالذات اللي راجعه من بعيد، اللعيبه اللي رجلها في الملعب ما اعتقدش انه في حد، ممكن تبقى هفوه ممكن تبقى غلطه، لكن ما تقدرش تقول انه اللعيبه اللي ثابته في مراكزها في تذبذب في مستواها واهتزاز في مستواها، لكن اللعيبه اللي جايه من بعيد هل شايف انه في اسماء محتاجه تاخد ال 180 دقيقه دول عشان تقدر تجهزها انها تكون مفتاح ورقه مهمه معاك في فاينل افريقيا؟ في لعيبه لسه محتاجه تحط رجلها في الملعب اكتر؟ يعني انا بشوف ان ممكن نبني على الحاله الكبيره اللي كان عليها محمود متولي في مباراه الامس، ومحمود متولي على الاقل ياخد مباراه الاتحاد السكندري، ممكن اريحه في مباراه البلديه علشان ما يتضغطش في الماتشات. انت عارف محمود لسه راجع من اصابه طويله شويه، ولكن اكمل على الحاله الكبيره اللي كان عليها واديله الثقه في مباراه الاتحاد. شايف عمر كمال عبد الواحد لازم ياخد في مباراه الاتحاد، عامل جبهه مميزه مع بيرسي تاو، وعنده تميز كبير في عمليه الارتداد والسرعات. امبارح شفنا غطى في اكتر من كره بالسرعه، لاعب مميز عمر. يعني ده عمر مش تاو. لا تاو، احنا يعني تاو محتاج يعني يبقى بيرسي تاو اللي احنا عارفينه شويه، يمكن يظهر في المباراتين المتبقين. اعتقد ان الراجل بيثق فيه جدا وهو احد اهم المفاتيح. بيرسي تاو ممكن يختفي وقت كبير في المباراه ويظهر في بيرسي تاو بالحاله اللي انت شفته عليها في ماتش الاسماعيلي، محدش يختلف عن بيرسي تاو مهم فعال عنده حلول، لكن بيرسي تاو في ماتش مثلا على تقييمك لمش مستوى بيرسي تاو عموما، تقييمك لمستوى بيرسي تاو في الماتش على الاقل ماتش الجونه امبارح، بيرسي تاو يبدا ولا بيرسي تاو من الافضل في الحاله اللي هو فيها انه يبقى ورقه على الدكه جنبك تستخدمها في الوقت المناسب؟ بص يا احمد، انا عندي قناعه غريبه ببرستاو. انا بعامل برستاو، انا كبلال بعامل برستاو على انه زي محمد صلاح، زي اللعيبه الكبار اللي هم حتى في أسوأ مستوياتهم وجودهم في الملعب مهم جدا ولا غنى عنهم. طب مكلوب قعد محمد صلاح على فكره، ما حصلت خناقه فاحنا مش عايزين استقرار. يعني برستاو انا بشوف ان هو لاعب لا غنى عنه، لاعب كبير جدا. المنافسين بالمناسبه، وده كلام اللعيبه حتى بينهم من بعض، المنافسين في الانديه الثانيه اكيد بيعملوا له 1000 حساب. ايوه 1000 حساب، دي حقيقه. خد بالك في اوقات ممكن جدا لما تنزل لعيب زي بيرسي تاو بامكانياته وقدراته اللي احنا مش مختلفين عليها متفقين عليها، والفريق الثاني مخزونه البدني اقل شويه، يبقى انتاجه وفعاليته بالنسبه لك افضل بكتير. بالظبط، يعني فكره انه لعيب يقعد على الدكه، اصل في ناس دايما بتقول لك ايه انه اللعيب اللي قاعد على الدكه اهميته في الماتش ده اقل من اللعيب اللي بادئ اساسي. لا طبعا. هو انت طبعا. حتى في الكره الحديثه صح ولا انت على الدكه، انت وانت على الدكه اصلا لازم تبقى عايش احداث المباراه علشان تبقى وقت ما يحتاجك المدير الفني. انا لازم ابقى شايف الملعب وشايف اللعيبه وشايف تدخل التحركات، ما تاخدش وقت في ان انت لسه هتدخل في اجواء المباراه. لا، انت بتنزل من بره، ومش عايز اضايقك، بيلينجهام امبارح نزل من على الدكه قص الشراب الاول. انت عارف هو بيقص الشراب الاول، قص الشراب ونزل اتعمل. انا ما شفتش الريال، انا بقالي 270 دقيقه، لا دول التانيين كانوا 120 120 و90 210 دقيقه، ما شفتش ريال مدريد بصراحه. انتوا ما جيتوش، خلي بالك، انت ما باركتلناش قبل الحلقه باللقب 36، لقب الليجا الاسبانيه. انتوا الليجا ولا انت كنت مشغول يعني الليجا ده طبيعي ومنطقي، انا بتكلم على تشامبيونز ليج. انتوا البايرن والسيتي
بصراحه يعني انشيلوتي بصراحه مدرب كبير. اتفقت معايا كده اتفقت معايا انا ده لا لا مش مدرب كبير لا خد بالك بص مدرسة. ماتش احنا. ماتش ماتش الاتحاد ماتش الاتحاد وماتش البرنابيو قبله انت هتاخدنا تشامبيونز ليج اصلك اوروبا ماتش الاتحاد وماتش تشامبيونز ليج هما بالنسبه لي انا لو بشجع ريال وصمه عار في تاريخ ريال مدريد يعني انتوا لولا ان التوفيق بس كان حليفكم ما كنتوش يعني طبيعي انكم دي مش كور يعني دي واقعيه هنتكلم واقعية نبدا الكلام طيب الواقعيه دي هناك في المسرح لا واقع لا المتعه خلي بالك المتعه في السيرك المتعه في السيرك وفي المسرح انما الواقعيه انا كارلو انشيلوتي انا بالنسبه لي الكوره دايما هدفها المتعه اذا كنت انا هكسب كل البطولات بالمستوى اللي انا بلعب بيه او بالطريقه اللي انا بلعب بيها وانا عندي فرقه زي فرقه الريال بنقص الفرجه على الكوره يعني مش عايز اتفرج على الكوره بس في حاجه مهمه جدا هل دلوقتي مين اكتر فريق بيعمل استحواذ في العالم سيتي صح كده فانا القرعه والقدر وقال كمان انتوا قدام البايرن عانيتوا برضو ليه بقى لان هي برضو يعني انتوا يعني البايرن لولا سوء التوفيق اللي اللي حالف بايرن ميونخ الماتش الاولاني يطلع 3-4-1 منتصر جميل واول ربع ساعه كمان كانوا ضاغطين لكن هم اصلا الريال او انشيلوتي بالاخص بيعتمد ان هو بيسيب لك الكوره لكن الريال طول ما هو ما معهوش الكوره هو اخطر فريق في العالم ريال مدريد اخطر فريق في العالم طول ما معهوش الكوره السيتي وهو معاه الكوره اخطر فريق في العالم لكن ميزه الريال وده عملها امام السيتي منك لله دي بروينه منك لله عارف فرصه جمال عبد الحميد في كاس العالم اللي الناس ما بتنساش او فرصه دي بروينه دي برضو مع الاعتذار لكابتن جمال يعني على سبيل المداعبه لكن الجمهور المصري مش ناسي الكوره دي لغايه دلوقتي لا ده في كور كتير في كاس العالم انت كوره محمد عمارة وكوره طارق السعيد وكورتنا كابتن مجدي طلبة ومحمد بركات في الجزائر احنا حظينا على الكور دي ما بتتنسيش انشيلوتي هو يعني من المدربين اللي بيعرف يتعامل جدا مع 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 الانديه الاوروبيه مع السيتي ومع السيتي قوي جدا والبايرن قوي لكن هو بيعرف يتعامل معاهم الموضوع مش موضوع حظ انا اختلف معاك في حته الحظ قمه الدراما قمه يعني الدراما طبعا ليفربول سجل الهدف الثاني اندي روبرتسون سجل الهدف الثاني لليفربول كده نتيجه 2-0 بس هي قمه الدراما استفاقه متاخره انه استفاقه متاخره ما كانت متوقعه يعني مش ما حدش كان يعني مراهن قوي على ليفربول ولا كنت مراهن بجد من قلبك انا كنت مراهن لحد ما يعني لحد في مشاكل كتير انا قايل لك من اي ارسنال وسيتي صحيح والسيتي طبعا يعني بس بالعكس عايز اقول لك على حاجه هو ليفربول كان الاول بس يعني هو ليفربول لحد وقت قريب كان الاول قبل ما كلوب قبل ما كلوب يتدخل بموضوع النسخه القويه مش النسخه اللي بتراهن عليها يعني مش النسخه نسخه هتعافر نسخه بتحاول لكن مش النسخه خلي بالك برضه هو عندهم مشكله حصلت بسرعه كده ليفربول سابوسلاي وماكاليستر الاثنين مستواهم الاثنين تراجع في وقت مهم جدا من السيزون نفس اللي حصل مع ارسنال لو تفتكر مارتينيلي وساكا الموسم الماضي الفرقه اللي بتنافس ما تعرفش على لاعب ولا لاعبين يعني خلينا نتفق انه في اول السيزون انا حطيت ايدي على قلبي انه دي بروين بره السكواد يعني هنعمل ايه السنه دي من دي بروين الفرقه ماشيه زي الراجل جاب الباريز انا بقول لك طريقه اللعب يعني اغير وهو الحقيقه يعني هو بتاع كره جماعه يعني جوارديولا بتاع كره جماعه انتوا مثلا حد في لو شلت من عندكم فينيسيوس جونيور مثلا يعني وتوني كروس ده من نص الملعب وده من بيلينجهام او بيلينجهام مثلا لو شلت الاثنين دول من الفرقه مش وقعت في الارض لا ده وتقول لي ليجا بقى ولا تقول لي تشامبيونز ليج احنا خدنا 3 ضربات في اول السيزون ما يستحملهمش اي حد لابا تيبو كورتوا لابا مش لابا صليبي ما حصلتش في الدنيا ولعبنا يعني ناتشو وناتشو ميسك هالاند ممكن اتفق معاك في كورتوا انه لعيب مؤثر رجع بالمناسبه امبارح وعمل مباراه كبيره على فكره لونين مش حارس وحش ابدا خالص شوف حارس مميز جدا وهو اللي وصلك مين يلعب فاينل هو اللي وصلك مين يلعب بايرن لونين طبعا لونين العدل مش بس العدل يعني صعب قوي انك تجيب حد من بعيد كده كورتوا بالنسبه لي نمره واحد في العالم او هو تتتت مع نوير بصراحه من حيث الكواليتي لكن لونين طبعا بس نوير يعني تتوقع بكره الباين هيعملها هيعملها؟ لا مش بكره بقى عشان حد بعد يوم الاربعاء بعد بكره لا احنا التلات احنا لعبنا تلات انتوا هتلعبوا اربعة نلعب اربعة التلات بي اس جي وبروسيا دورتموند الاربع ريال مدريد و... لكن يعني انا كنت بقول يعني قمه الدراما تتوقع لوني مش انا بقول قمه الدراما ايه قمه الدراما ريال مدريد يكسب بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يكسب بي اس جي ويتقابل الريال في بروسيا دورتموند في الفاينل ويكسبه في ويمبلي وبروسيا دورتموند يكسب تشامبيونز ليج او يبقى نهائي الماني خالص بقى يعني هو يبقى دراما نهائي الماني خالص بايرن تخيل بقى ان بايرن ليفركوزن يبقى بيتفرج وهو متوج بالبوندس ليجا على بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بيلعبوا فاينل تشامبيونز ليج لا وهناك تشابي الونسو عامل نتيجه في كسب روما في
في ايطاليا، مباراه كانت كبيره جدا. عمل مباراه ملحميه، تشابي الونسو ماشي كويس قوي، مقدم موسم تاريخي ملحمي يعني. هي الانديه الالمانيه عامه يعني، بروسيا وبايرن في سيمي فاينال دوري ابطال، هناك باير ليفركوزن خلاص برضو على بعد خطوات من فاينال يوروبا ليج. 2-2 في أليانز أرينا، تخدم مين اكتر، تخدم الريال ولا تخدم بايرن ميونخ؟ لا احنا خلينا متفقين ان كده كده بعد استبعاد الهدف، استبعاد الهدف تعادل اعتقد ان طبعا افضليه. احنا مثلا رحنا انتوا جيتوا 3-3 يعني، انتوا جيتوا 3-3 عانيتوا الامرين في سجلنا مبكرا الاتحاد. بس الاول سجلنا مبكرا سهل علينا اللقاء، احنا اتفقنا على كده. ريال مدريد اعتقد انه عمل حاجتين صعبين جدا في مباراه البايرن، قدر يفتتح التسجيل وقدر يبقى عنده رده فعل بعد ما اتاخر في النتيجه، ودي شخصيه البطل اللي الناس بتفتكر. بالمناسبه ان كلمه شخصيه البطل دي احنا بنبيع وهم للناس، لا هي دي شخصيه البطل. انت بتسجل على بايرن في ملعبه، انت اللي بتفتتح التسجيل، وبعد ما بتتاخر في النتيجه بتقدر تعدل وما تخرجش خسران. هو ده سر تفوق ريال مدريد. فاعتقد ان ريال مدريد عنده افضليه كبيره بسبب طبعا الملعب والجمهور والدوافع الكبيره، لان ريال مدريد لما بيوصل للمباريات دي خلاص هو شايف اللقب قدام عينيه، مش هيقدر يفرط فيه يعني. طيب قبل ما اجي معاكم للناحيه الثانيه، بس انا عايز اسالكم، احنا شفنا مواجهات الكبار في اوروبا يعني، شفنا السيتي في مواجهه الريال، شفنا الريال في مواجهه البايرن، والحقيقه احنا بنتكلم على ثلاثه من اكبر فرق في اوروبا في الوقت الحالي. ايه اهم الدروس المستفاده اللي ممكن تفيدنا احنا واحنا بنحضر لنهايه تشامبيونز ليج افريقيا؟ يعني شفت ايه في سيناريوهات الماتشات حاجات لازم احنا ناخد بالنا يعني منها، او نحط لها وزن ونذاكرها كويس قوي وانت بتشوف الماتشين ثلاثه لغايه دلوقتي؟ بشوف طبعا ان شخصيه البطل كانت غالبه جدا في الثلاث مباريات دي، من اهمها يعني، وده بينت الفرق بين الثلاثي بين ريال مدريد والبايرن والسيتي برغم من قوه الثلاثه، لكن شخصيه البطل في ان انت ممكن تتعرض لمواقف في النهائي طبعا دوري ابطال افريقيا، ممكن ترجي او يبقى هو متقدم عليك بهدف، لا تقدر تعود. ودي اعتقد تبين ان الفريق القوي والفريق اللي عنده شخصيه البطل ودائما بيبقى مميز في حته ان هو بيقدر يعود. الاهلي عنده الميزه دي، الاهلي عنده شخصيه البطل دي مهمه جدا فيها ومميز فيها جدا. فدي بشوف ان من ضمن الحاجات المميزه ظهرت في من اول مباراه السيتي وبعدها مباراه البايرن. كمان بشوف ان في لعبه مدربين يعني، كان في شغل مدربين قوي في الكواليس، وباين جدا ان في مناورات كبيره جدا من المدربين في المباريات دي، اعتقد كانت مهمه جدا يعني. بالنسبه لي شفت انا يعني، لو تسمحوا لي برضو اسمع تعليقكم، انا شفت ان اهم درس بنتعلم منك حبيبي الحقيقه. انا شفت واحد من اهم الدروس بالذات في الادوار اللي بتوصل فيها لمقابله تصادم الديناصورات ده، انه انت تسجل اولا طبعا. فكره انك انت تكون صاحب المبادره، وبالذات معانا احنا في الاهلي يعني، بحس ان قوي شخصيه النادي الاهلي لما بتستقبل بيبقى فيه شويه ارتباك، بيبقى فيه شويه لخبطه، بيبقى فيه شويه تسرع، بيبقى فيه شويه اخطاء ملهاش لازمه بتزود من حجم الضغوط والتوتر. بنقدر نرجع بس دايما بيبقى بعد معاناه. لكن الاهلي لما بيسجل اولا بيكون صاحب المبادره، بيبقى السيناريو شيق جدا، صح، ممتع جدا، بيبقى غالبا الاهلي هو اللي معاه مفاتيح الكنترول بتاعه الماتش، الايقاع، السيطره، صح، كل حاجه بقى مرتبطه بال90 دقيقه بتبقى كلها مفاتيحها في ايد النادي الاهلي. بس خلينا نقول برضو ان النادي الاهلي بيجيد التعامل مع كل السيناريوهات تقريبا يعني. احنا في الصفاقسي في 2006 كنا متاخرين في النتيجه بحسبه الهدف خارج الارض، ومع ذلك قدرنا يكون لينا احنا الغالبيه هناك في الوداد السيزون. بقول لك بتقدر ترجع، انا اقصد بتقدر النادي، بس السيناريو بالاسهل او الاريح ان انت تسجل في الاول. ولكن خلينا برضو ناكد على ان النادي الاهلي مهما كان، هو النادي الاهلي بيجيد التعامل مع اي سيناريو. بالمناسبه متفقين، احنا شفنا في مباراه الوداد السيزون اللي فات والشماريخ واجواء والدخان وفي وسط كل الهدف سجلنا هدف وكنا نقدر على فكره بالمناسبه مع فرصة عبد القادر وفرصه محمد شريف ان انت نرجع بفوز، تخرج بفوز. فالنادي الاهلي بيجيد التعامل مع كل السيناريوهات. النادي الاهلي زي ما اتكلمنا عن ريال مدريد انه عنده شخصيه البطل، في افريقيا النادي الاهلي هو النادي تقريبا الوحيد اللي عنده شخصيه البطل، والارقام بتقول طبعا. يعني الارقام بتقول ان وبالذات في مواجهه الترجي يعني انت لما تتكلم على اخر نتائج الاهلي والترجي افريقيا، هتلاقي انه الاهلي متفوق على الترجي ذهابا وعوده في نسختين من دوري الابطال، مره مع موسيماني ومره مع مارسيل كولر.
ولكن ده ما بيقولش اي حاجه في المباراه. انا عارف طبعا، انا اقصد ان احنا لكن لا ما بيقولش حاجه في المباراه بالنسبه لنا، لكن هم بالنسبه لهم حساباتهم حساباتهم انه لا الدنيا صعبه الدنيا. بس عايز اقول لك على حاجه بمفهوم الـ 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 يعني المخالفه، هم ممكن الخساره دي بالنسبه لهم تكون دافع كبير ان هم يكرروش الخساره ويردوا الاعتبار. فخلينا نقول مش بنتكلم عن اكيد الاطار الفني او الاعلامي، ولكن خلينا نقول عند الجمهور الثقه الكبيره في الفوز غير مطلوبه في الوقت الحالي. مطلوب ان احنا نحترم لا فريق الترجي. اكيد طبعا نحترم فريق الترجي، اي فريق وصل فاينل. يعني انتوا هتبقوا معايا الاسبوع الجاي ان شاء الله، والاسبوع كله احنا يعني بعد ما نخلص ماتش ان شاء الله باذن الله البلديه. لا احنا هنفوكس على الترجي بشكل كبير جدا، وهنحاول كده. انا ما شفتش الترجي السنه دي كتير، شفته يمكن في اخر حاجه سان داونز. اتفاجئت ان هو كريس كده، اتفاجئت ان هو اتفاجئت مش بمباراه الذهاب، اتفاجئت بمباراه العوده اكتر. مزبوط. يعني مباراه العوده فاجئني اكتر. الترجي عمل تنظيم دفاع كويس جدا. جدا فرقه منظمه جدا جدا. كنت متوقع الحقيقه زي ما كتير من الناس متوقعه انه سان داونز هو الاقرب، وهو ومباراتي النهائي وبالذات انا كمان شفت سان داونز في ماتش الذهاب. يعني سان داونز في الذهاب الحقيقه كان قريب جدا من يحقق فوز مش يتعاد. بس انا مختلف الغرور. احمد في حاجه ان انا مش شايف سان داونز النسخه الحاليه هو سان داونز اللي بصرف النظر بصرف لا انا اقصد اقول لك اتكلم على مجريات المباراه. لا يا بتكلم يعني ان حتى سان داونز في المجموعه اتعادل مع بيراميدز في جنوب افريقيا، خسر من مازيمبي. حتى في مباريات كان هيخرج او بالمناسبه خرج بكره الهدف اللي ما اتحسبتش، وعانى كتير جدا امام يانج افريكانز. فسان داونز البطوله دي مش هي الافضل بالنسبه له. فالترجي عرف يتعامل معاه كويس قوي، عرف يستغل المباريات اللي تعثر فيها سان داونز ويقصيه. فانا شخصيا عامل حساب مباراتي ترجي، واضيف على دول على كل كلماته بيجال كاردوزو. مدرب كبير وكبير جدا. هنتكلم عليه يعني. انتوا الحلقه الجايه ان شاء الله هنذاكر مدرسه ترجي في النسخه دي من تشامبيونز ليج. خلينا نروح للناحيه الثانيه المظلومه الحقيقه، مظلومه اعلاميا ومظلومه جماهيريا، وكان حد كان الفرقتين بيلعبوا في بطوله ثانيه غير تشامبيونز ليج. لكن الحقيقه خلينا نقول انه بروسيا دورتموند استحق التأهل على حساب أتلتيكو مدريد، بي اس جي استحق التأهل على حساب برشلونه. بتضحك لجوه؟ لا سمعتها ووصلتني على الهواء. انا هقول لك، طب اقول لك انا بضحك عليه. انا قلت لك لولا طرد اروخو، اقول لك انا بضحك عليه لولا طرد اروخو كان القصه راحت. انا سمعتها جيرونا مش برشلونه. ماشي يا سيدي، ازاي رايح جاي؟ ولكن في النهايه استطاعوا استحقوا الاثنين ان هم يتأهلوا. الصدام الاول في المانيا انتهى لصالح بروسيا دورتموند 1-0. السيناريوهات ازاي والمواجهه الحقيقه ممكن شويه مقدماتها بتقول انها صالح بروسيا دورتموند، لكن ما تقدرش تنسى انه بي اس جي بحسابات الورقه والقلم والسكواد والنجوم فريق الحقيقه لازم تحطه في الاعتبار. اتفق معاك جدا يا احمد. وانا في بدايه دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا انا قلت لك ان باريس سان جيرمان هيوصل بالمناسبه الفرقتين دول طالعين من مجموعه واحده. بي اس جي كمان وكان معاهم نيوكاسل، وكانت مجموعه قويه جدا. ما كانش حد عارف مين معاهم نيوكاسل، وكان معاهم الميلان كمان لاخر جوله. اعتقد الجوله الاخيره المباراه السادسه هي اللي حسمت تاهل بروسيا دورتموند في الصداره، وبي اس جي في المركز الثاني. فانا كنت معاك في البدايه وقلت لك ان باريس سان جيرمان هيوصل، بالرغم طبعا كان رحيل ميسي ورحيل لعيبه كتيره جدا، لان انا لويس انريكي من المدربين الكبار بيعرف يتعامل مع كل الظروف. مدرب مميز جدا جدا جدا، وانا مراهن عليه من البدايه، ومراهن ان هو هيقدر يرجع في مباراه العوده وهيوصل باريس للنهائي. ايوه مدرب بيعرف يعتمد على اللاعبين الشباب، وده حصل مع المنتخب الاسباني. مين اقرب؟ باريس سان جيرمان. بلال انا هختار الطريق الصعب، بروسيا دورتموند. هو مش صعب ولا حاجه طبعا. لا طبعا. هو انت دلوقتي لسه محلل لنا باريس ان ماشي باريس. تمام خليني انا راهنت على بروسيا امام اتلتيكو وكسبت الرام، فخليني ماشي مع بروسيا. يعني صحيح الحقيقه يمكن يكون حتى سواء كان البي اس جي او بروسيا دورتموند في طرف من طرفي مباراه النهائي، فاعتقد انه الكف هتكون اغلب لاي من الفائز في الناحيه الثانيه. انا اخترت بروسيا عشان اسهل على ريال مدريد في الفاينل. ولو انه الحقيقه في النهايه هيكون مباراه نهائيه ليها يعني قصه ثانيه وحسابات ثانيه، خصوصا انها بتقام من جوله واحده. السنه دي هستضيفها ملعب ويمبلي طبعا في انجلترا. وان كنت الحقيقه مش من عشاق بي اس جي، لكن لويس انريكي نجح في تقديم مواهب الحقيقه مع الفريق ده، بصرف النظر عن شراء بقى الاسماء الكبيره واللي اعتمدت عليها سياسه بي اس جي. ونصيحتي للي بيحب يتفرج على كوره حلوه، فيتينيا في خط نص بي اس جي، وباركولا في خط هجوم الحقيقه برضو واحد من المواهب اللي جايه وبقوه جدا في عالم كره القدم. بشكر بلال وبشكر احمد على وجودهم معانا، شرفتونا ونورتونا.
وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نبقى بنقفل صفحه الدوري بالعلامه الكامله باذن الله 12 نقطه حقها الاهلي في الماتشات اللي جايه، ونبدا نفتح ملف نهائي الافريقي امام الترجي التونسي. شكرا بلال محسن، شكرا احمد مصطفى، شكرا ليكم على المتابعه، كل التحيه لحضراتكم، نتقابل بكره حلقه جديده من السادسه.